الفرس. نعم. ننتقل أيضا إلى خبر آخر، وفاة قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري. أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بوفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بنوبة قلبية عن 80 عاما. وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الحداد الوطني لمدة 3 أيام و7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية. كما كلف تبون اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية بغيادة أركان الجيش بالنيابة. ولد صالح في ولاية بادنا الجزائرية عام 1940، والتحق وهو في سن 17 من عمره بجيش التحرير الوطني الذي حارب جيش الاستعمار الفرنسي. وبعد استقلال الجزائر عام 1962 انخرط صالح في صفوف الجيش وتلقى دورات تدريبية في أكاديمية فيستريل السوفيتية، وتخرج بشهادة عسكرية، ثم نجح في احتلال مناصب مهمة بالجيش لحين وصوله إلى منصب قائد لسلاح البر عام 1994. رقي إلى رتبة اللواء بتاريخ 5 يوليو 1993، وفي عام 1994 تم تعيين اللواء أحمد قائد صالح قائدا للقوات البرية. عام 2004 تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الجزائري، وتقلد رتبة فريق في 5 يوليو 2006. ومنذ 11 سبتمبر 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني رئيس الأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري. له الرحمة والمغفرة. له الرحمة والمغفرة. قايد صالح قدم نموذج للجيوش العربية وجيوش الدول العالم الثالث كيف تقود شعوبة نحو الممارسة سياسية راشدة فيها تعدد وفيها حريات وفيها اعتراف بالآخر وفيها تعايش بين الأفكار وبين الآراء المختلفة. وحتى مسيرته من التحرير حتى منذ الاستقلال في الجيش، وشهد له أنه هو وقف، هو كان الكلمة الفصل كانت يعني جيوش عادة عودتنا حينما تهتز الأوضاع تستولي على الحكم، لكنه هو وقف ضد النظام، وهو اللي أجبر الرئيس بوتفليقة على الاستقالة، ومن بعده هو يعني وقف إلى صف الأصوات الشعبية والتظاهرات الشعبية اللي كانت طالعة في شارع، وعزلوا كثير جدا من رموز النظام السابق، وقاد البلد حتى يعني شوف الأقدار ذاتها، قاد حتى ليلة الانتخابات وانتخاب رئيس جديد. ايا كان انه الحديث عن انه لا زالت طبعا الشارع دائما ما مثالي يعني بيطلب المثاليات، لكن دائما الامور بتدرج يعني. في ناس كانوا رافضين الانتخابات، لكن قامت انتخابات وكانت انتخابات حره وكانت انتخابات نزيهه، وفاز فيها رجل ايضا مشهود له بالكفاءه. فقايد صالح قاد شعبه في اخطر الظروف لحد ما وصل لبر الامان يعني. ف يقدر يقول انه اسم على مسمى يعني. اسم على مسمى. نعم. قائد صالح. قائد صالح. نعم. ونترحم عليه ان شاء الله ربنا. نعم. يرزق الفردوس والسلامة.